التلفزيونية إن جيش بلاده تكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن ثلثي المعدات العسكرية الأوكرانية قد دمرت، ودعا بوروشنكو إلى تعزيز قدرات الجيش رغم عدم تحبيبه للحل العسكري. التقرير التالي يسلط الضوء على إمكانيات الجيش الأوكراني الحقيقية على أرض الواقع. احتفالات رمزية بالجنود الأوكرانيين العائدين من جبهة القتال، صور يحرص التلفزيون الأوكراني على عرضها بشكل شبه يومي. أما هذه الصور فلا يراها أحد، إنها تظهر محاصرة الانفصاليين للجنود الأوكرانيين نهاية أغسطس قرب إيلوفايسك، معركة تسببت بخسائر فادحة للقوات الأوكرانية. الطبيب العسكري ميشائيل جولاك كان هناك، وهو يخبر أنه لم ينجو من الموت سوى الثلث من إجمالي 400 جندي، وبعد 3 أسابيع التقيناه في مشفى قرب كييف. ليس لدى قوتنا أي أسلحة متطورة أو حتى مركبات. تصوروا أن وحدة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية نقلت إلى الجبهة بسيارات أجرة متهالكة، حتى أن مكابحها لم تكن تعمل جيدا. كان زميلي كوليا يقودها وأنا جالس إلى جانبه، وقمت بالتغطية بواسطة سلاح رشاشة. معركة إيلوفايسك هي أقصى هزيمة حتى الآن للقوات الأوكرانية في الشرق، ويقول ميشائيل إن الفضل في بقائه على قيد الحياة يعود لله وليس لأسلحته أو جنرالاته. كتيبتنا كانت مؤلفة من 250 متطوعاً، 90 منهم فقط وافقوا أن يقاتلوا والآخرون رفضوا، ليس خوفاً وإنما عملاً بالمنطق. فكثيرون منهم كانوا سيقاتلون فقط لو علموا بماذا، إذ بالكاد كان لدينا أسلحة لندافع بها عن أنفسنا، ناهيك عن حدة الهجمات المضادة. ميشائيل وكوليا اعتنيا لأيام قرب إيلوفايسك بالمصابين وأجريا عمليات اضطرارية بمواد تضميد بدائية من الستينيات لا تتطابق مع أي معيار طبي. وفي الخارج كان الجنود يحتملون إلى أن استقدمت قافلة إخلاء، ولكن كثيرين لقوا مصرعهم قبل وصولها. لقد احتملنا أكثر من طاقتنا، فقد كان هناك طبيبان فقط لكل 100 جندي في كتيبتنا، وهذا أمر مضحك لأنه بموجب القانون يجب أن نكون 10 أطباء على الأقل. لم نكن قادرين على نقل المصابين لعدم وجود أي مركبات، ولم نتمكن من حمل الجرحى مسافة 20 كيلومترا من خط الجبهة على ناقلات، فحزنت لعدم قدرتي على مساعدتهم، لأن الجندي المصاب هو كالطفل، ليس علينا إلا ملاطفته والتهدئة من روعه، في حين أننا نعرف أنه قد لا يبقى على قيد الحياة إلا 10 دقائق. ماذا نفعل؟ إنها الحرب. حرب تتواصل في الشرق رغم وقف إطلاق النار، ومن هناك يعود بعض الجنود بأعجوبة.